ينضم معي هنا في مقر يعني إدراج السوق أو مقر حفل إدراج السوق حسام الصالح المستشار المالي للحديث أكثر عن سعر الافتتاح وأيضا التوقعات لهذا السنة. أهلا بك أستاذ حسام على شاشة الإخبارية. حدث كبير، عرس كبير للاقتصاد، جوهرة الاقتصاد الآن في سوق تاسي أو مؤشر تاسي، كيف يعني تنظر للحدث بشكل عام أيضا حتى الافتتاح على النسبة القصوى 10%؟ صباح الخير محمد لك المشاهدين الكرام. هذا يوم للتاريخ، يوم لتاريخ الاقتصاد السعودي، يوم لتاريخ الأسواق المالية. الحدث اليوم ليس فقط عملية إدراج أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية أو من حيث الربحية، الحدث هو نجاح هذا الطرح بهذا الشكل بعمل عالي من الجودة. هذا الحدث الآن يجعل كل سعودي صراحة فخور. اليوم السوق السعودي أصبح واحد من أكبر 10 أسواق على مستوى العالم. اليوم احنا نشوف الرؤية هذه قاعدة تحقق الآن. احنا الآن فعلا بدينا في عملية الابتعاد عن النفط كمصدر دخل رئيسي، ومتحول الآن لاستثمارات الأخرى. صراحة انه شعور بالفخر لكل سعودي، هذا اليوم يخلد في التاريخ. يعني أداء حتى يعني بالرغم من كثير من التشويشات أستاذ حسام، كلنا نستذكر من أول يوم أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان عن طرح أرامكو للاكتتاب أو نية المملكة، هناك الكثير من التشكيكات، الكثير من الإشاعات. اليوم الحقيقة واضحة للجميع وبكل اللغات. شوف محمد، أرامكو طبعا لا ننسى ما تعرضت في قبل فترة قريبة إلى عملية إرهابية، وهالناس اللي تكره المملكة واقتصادها طبعا بلا شك أحد الأشياء المهمة بالنسبة لها أن تسعى إلى إفشال اكتتاب مثل أرامكو. الحمد لله جاء الرد عليهم قاسي، جاء الرد بمجاح حبل الاكتتاب وبحجم التغطية اللي تجاوز 6 أضعاف كمؤسسات بالنسبة للأسهم المطروحة. طبعا للأسف في ناس عندها نوع من الجهل وكانت تناقل المعلومات الخاطئة من غير حتى أنها تأكد. اليوم أثبتنا للعالم كله أنه فعلا أرامكو هي الشركة اللي تحظى بثقة ليس على المستثمرين السعوديين فقط بل حتى على الأجانب، والحمد لله على هذا الشيء.